عمل حاجة تجهز يعني، هو يعني اللي حط الخشب هنا، طب ما فاضية هناك. بص احنا هنطلب منه، ما احنا لسه متكلمين دلوقتي انا وسارة ان احنا الشده كلته نقول لنا ان هو يمسك الخشب بقوه اللي انتوا واقفين في واحد تاني المهد. بس نخلص بس يجي يشوف عشان يقولوا الملاحظات اللي احنا عاوزينها. كده مفيش هون مفيش محطه وسيط. عايز ده شاب تمام بيشان. عايز تجيب بتاع المدني، الدفاع المدني وصوله على الطفايات بيجي يكتب لي اقرار ان الطفايات دي سليمه وصالحه للاستخدام في حاله يشوف اي حاجه، واخد بالك؟ يروح يجربها هو ست تمام، حتى لو جربها ولقاها مش شغاله يعيد منها تاني من بفاريا عادي، يعيد ملاها تانية من بافاريا عادي. وبعدين لما تيجي الحاجة تتحط تتوزع الكلام ده مع على أطقم الحراسة وأطقم الدفاع المدني بتاعته، يبقى كل واحد عارف هيعمل ايه، كل واحد عارف طفايته ايه. البتاع ده الخراطيم دي موجودة هتيجي وهتتحط بشكل كويس. ما انا مش عارف البكرة هتتلف هنا فين وتتحط هنا فين برضه. البكرة المفروض جنب الحنفية، انت بقى لما بيحصل حاجة بتشدها بتسحب بتروح لاي مكان. انتوا عايزين بتاع الدفاع المدني يشوف الموضوع ده ازاي. والصور دي مش مؤمنه، الصور دي مش مؤمنه خالص يعني. انت خلي بالك كل الموضوع ان انا لو عايز اسحب لي شويه الاثنين ثلاثه اربعه ويجيب حصافه وهنكون عامل كده طخ 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 داخل واخد اللي انا عايزه. ويا من غلة حضرتك.